لهيب الاحتجاجات الشعبية في محافظة الديوانية ما زال مستمراً، حيث انتقلت هذه المرة إلى قضاء المهناوية الذي يمر بأزمة خدمية ونقصاً حاداً لمياه الشرب والكهرباء بحسب المحتجين الذين أغلقوا بوابة القائم مقامية. حلالنا ناسنا لا شارع لا كهرباء، شنو ذنبنا؟ احنا وادم تعبان، لا مستشفى لا مستوصف لا خدمات، حنا حالوادم. وهاي المتظاهرين ما نتراجع منا الا يقولون قيم مقام. روح لقيم مقام مال النجف الحرمصه، يلا درس جهالنا عم المهناوية معدومه، لا كهرباء لا ماي لا شارع لا كهرباء، في رسل عباس بعدنا ما صاير شدات. شلون 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 ايش اسمه هذا مال حامل مال كبسات؟ ندرس في النجف احنا وجهالنا، مو عيب عليكم وارده كذا مرض حتى الناحيه لهم نحرقه. الغضب الشعبي تحول لمطلب بضم القضاء إلى محافظة النجف الأشرف المحاذية لهذه المنطقة للخلاص من سوء الإدارة التي تتعرض لها هذه المدينة، والتي تشتهر بزراعة محصول الشلب الاستراتيجي والذي تسبب بامتعاض كبير عند الأهالي هنا. أسوأ قضاء هي قضاء المهناوية، وإحنا ما أريد نسميها قضاء، أريد نسميها قرية. لا مستشفى لا مصرف، أسوأ الخدمات هي هنا موجودة. يعني هذا قائم مقام صار له 20 سنة من المهناوية ابن ولايتنا، كل شيء ما سوانا نطالب بتغيير القائم مقام، المدير بلدية مدير الكهرباء الله شاهد، مسان بالليل نايم يوم صاحب للصبح كهرباء ما عندنا شردت الله شاهد. وهذا مطلب أهالي المهناوية عامة، مو مطلب شخصي، وكل أهالي المهناوية يطالبون بضم قضاء المهناوية إلى محافظة النجف. وضعنا مأساوي من جانب الخدمات، من جانب الكهرباء، من جانب مستشفى، من كل الجوانب وضعنا مأساوي. هذا السبب اللي خلى العالم بهذا الحار وبهذا الدقان جاية تركض وتهوس وتطالب بحقوقها. الوادي ما طلعت بطرانة. التظاهرات الغاضبة والناقمة امتدت لجميع مناطق المحافظة التي تأن من هيمنة جهات نافذة لم تتمكن من إنجاز مشروع صغير يمكنه تحسين أوضاع المدينة التي باتت تغفو على أوجاعها. من الديوانية معتز العبودي، زاكروس تيفي.